إذن على ضوء الزيارة الملكية للصين، سنناقش آفاق هذه الشراكة بين الرباط وبكين مع الدكتور خالد الشجراوي الخبير في الشؤون العربية والإفريقية. أهلا بك معنا. مساء أهلا وسهلا سيدة صفية. إذن الصين كما نعلم جميعا قوة اقتصادية عسكرية ديموغرافية، ما الذي يمكن أن يستفيده المغرب منها؟ أعتقد بأن الجواب متضمن أيضا في السؤال، نظرا لأن الصين هي أهم القوى العالمية إن على المستوى الاقتصادي أو السياسي، هي عضو دائم في مجلس الأمن، وبالتالي شراكة المغرب الاستراتيجية مع هذا البلد مهمة للغاية إن على مستوى الدفاع عن المصالح الوطنية، وأيضا إن على مستوى تطوير الإمكانيات الاقتصادية، وأيضا المسار في تنويع العلاقات الشراكة التي بدأ يبنيها المغرب انطلاقا مما وضح وظهر في الخطاب الملكي السابق، خاصة الخطاب التاريخي للرياض، خاصة أن المغرب في الأيام الأخيرة بدأ ينوع بشكل كبير علاقاته ولم يعد يعتمد على بناء علاقات ثنائية أو ذات قطبية واحدة أو قطبية ثنائية، خاصة على مستوى الشركاء التقليديين مع الغرب الأوروبي. ما هي الرسائل التي يوجهها المغرب إلى شركائه التقليديين بعد الانفتاح على روسيا، على الصين وعلى الخليج؟ أولا هناك شيء أساس، أولنا المغرب في إطار انفتاحه هذا على دول جديدة، سواء الزيارة السابقة للهند ثم زيارة روسيا ثم الزيارة الملكية حاليا للصين، لا تعني أبدا انقطاع العلاقات مع الشركاء التقليديين، لكن هناك تغيرات على مستوى العلاقات الاقتصادية العالمية وتغيرات على مستوى البنية الداخلية لتدبير الشأن المحلي المغربي تدفعه إلى تنويع شراكته ووضع نوع من التوازنات في هذا الإطار. أعتقد بأن الخطاب كان واضحا في هذا الشأن، خاصة أن المغرب سوف يتجه نحو تنويع هذه العلاقات، لكن لن يقطع علاقاته مع شركائه التقليديين، بل ربما سوف يكون ذلك مدعاة لتنويع هذه العلاقات. وأيضا أعتقد بأن الصين في ربطها لعلاقات استراتيجية مع المغرب قد تحاول أيضا الاستفادة من مختلف المعاهدات التي تربط المغرب مع مجموعة من الدول. المغرب حاليا له تقريبا ما يزيد عن 56 معاهدة، سواء تبادل حر أو مثيل لها، مع مجموعة من دول العالم. بإمكان أي شريك اقتصادي للمغرب وعلى رأسه الصين أن يستفيد من هذا الوضع. أعتقد بأننا في إطار علاقات رابح. نعم هناك نوع من التخوف من لدن بعض الشركاء خاصة الأوروبيين، لكن لا أعتقد أن ذلك بإمكانها أن يثير مخاوفهم، خاصة وأن المسألة تدخل في إطار منطق براغماتي ضروري كما هو الشأن بالنسبة لهم أيضا. طيب بكين التي تبحث طبعا عن علاقات أكثر مع القارة الإفريقية، كيف تنظر إلى المغرب لكي يساعدها على الدخول إلى هذه القارة؟ الصين حاليا موجودة في القارة الإفريقية، فقط على مستوى المغرب الصين هي الشريك الاقتصادي الثالث بعد فرنسا وإسبانيا، إذن هي حاضرة على مستوى القارة الإفريقية، هي حاضرة بقوة وبدأت تزاحم بشكل كبير الفرقاء التقليديين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الشريك الأساس للقارة الإفريقية رغم أن الأمر لا يظهر. وهناك من يزاحم أيضا الصين، الهند مثلا، الهند حاضرة في المجال الإفريقي بنفس وتيرة وقيمة المجال الصيني، إلا أنها في إطار خاص يقل عن تلك الصفة العمومية للحضور الصيني في القارة الإفريقية. هل يمكن للحضور الصيني أن يدعم الآن بهذه الشراكة؟ بالضرورة، الصين حاليا تحضر الاستثمار ما يزيد عن 60 مليار دولار في القارة الإفريقية، نسبة التبادل جد مهمة، تقريبا حوالي 400 مليار دولار ما بين القارة الإفريقية والصين. الصين حاليا حضورها في المغرب ما زال ضعيفا، تقريبا المغرب في الرتبة 11 بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى، نسبة التبادل ما زالت ضعيفة للإمكانيات المتاحة لهذا التبادل، لكن بالنسبة للصين وأيضا بالنسبة للمغرب، المغرب هو قاعدة أساس للمنطلق، قاعدة استراتيجية وعلى مستوى اللوجستيك والتنقل، أيضا بلد له وضع سياسي متميز خاصة على مستوى الاستقرار السياسي. ثم أعتقد بأن مستويات الشراكة التي بين المغرب ودول إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى وخاصة المجالات الفرنكوفونية
وعلاقته العربية وعلاقته الأوروبية، بإمكان الصين أن تستفيد من الشكل. دعنا نمر سريعا إلى المجال السياسي واستفادة المغرب من الصين كعضو في مجلس الأمن في خدمة القضية الوطنية. هذا واضح خاصة من الموقف الجد إيجابي للصين في هذا الإطار، على الأقل أن الصين لم تتخذ أي موقف غير محايد من هذه القضية. نحن نعلم بأن الصين التزمت بمجموعة من المبادئ خاصة مستوى الحياد، ونفس الشيء يتخذه المغرب في تجاه قضية الصين تعرفها الصين خاصة مع جارتها تايوان. أعتقد بأن هذا المستوى من احترام مبادئ البلدين وقضايا الأساس للبلدين سوف يساهم بشكل كبير في تدعيم العلاقات فيما بينهما. نعم الدكتور خالد الشجراوي الخبير في الشؤون العربية والإفريقية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.